اليوغا هي رياضة عقلية وبدنية في نفس الوقت، تركز وايد على البالانس والموازنة بين المشاعر والأفكار ويا الجسد، عشان تخلي الواحد في حالة من السلام الداخلي وتعيش يعني حياة صحية أكثر. دخلت في هاي المجال 2017 يمكن تقريبا، وصراحة يعني اليوغا في البحرين في هاي السنين الأخيرة وتطورت بشكل كبير. يعني قبل كان العلم في هاي الديرة ما كان منتشر، وحتى اليوغا ستوديوز كان عددها يعني كلش قليل، بس الحين يعني الحمد لله في كذا يوغا ستوديو، يعني الكلاسز ما شاء الله متوفرة، وحتى التريننج يعني حتى في البحرين موجود عندنا تريننج حق اليوغا، فوين انفتاح يعني الحمد لله. تريننج وتدريب حق اليوغا بالنسبة للرياضة، رياضة خاص يعني احنا عندنا في البروب يوغا، واحنا وصلنا لدرجة يعني ما شاء الله لدرجة وايد 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 حلو. وانت اوريدي شافوا البرزنتيشن مالهم، يعني اتس انترناشونال ليفل، وان شاء الله ويل برينج ات ماتش مور بيتر بعد ان شاء الله. انا شخصيا انا اوريدي كنت بلعب جمباز من وانا صغيره، بعدين كيوغا بدات بقى لي 5-6 سنين. بالبنات اعتقد اسهل شويه من الولاد اصلا في بعض الحركات، لانه يعني احنا الاناتومي بتاعتنا مختلفه شويه، فطبيعي احنا مور فلكسبل ذان بويز يعني.